موضوع الجبهة الجديدة، هي 13 شخصية موجودة داخل تحالف القوى العراقية التي يفترض أنها تمثل السنة، يسعون قاموا بتشكيل هذه الهيئة التنسيقية من أجل الضغط على الحكومة. على أرض الواقع موضوع توحيد الجبهة السنية أمر صعب للغاية وقد يكون أقرب إلى المستحيل. فشلت كثير من المحاولات قبل هذه أن توحد الجبهة السنية. السنة هؤلاء كلهم موجودون داخل العملية السياسية، لكن هناك أطراف سنية أكثر هم خارج العملية السياسية. هناك جهات مسلحة ترفض أساسا الانخراط بالعملية السياسية. هناك شخصيات معارضة تبحث عن حقوق أهالي المحافظات السنية من أجل أن تدخل ضمن هذه العملية السياسية. وهناك من يرفض دخول السياسيين أو الوجوه القديمة أصلا. سيد غانم، حسب ما فهمنا بما أنك يعني دخلت في الموضوع تبع موضوع الخلافات، هناك من يرفض الوجوه القديمة نفسها، هناك من يقول إنهم لا يمثلون أصلا العشائر في المحافظات السنية، وأن زعماء العشائر غير أصلا متضمنين ضمن هذه التشكيلة الجديدة. نعم بالضبط، التشكيلة تضم السياسيين أساسا موجودين داخل العملية السياسية منذ عام 2003 ولحد الآن، مما يعني أن ليست هناك أي وجوه جديدة لتقديمها. هناك خلافات بين السياسيين نفسهم المشاركين في الحكومة كانوا وفي البرلمان، وبين زعماء العشائر والمقيمين يعني ليسوا في بغداد والموجودين أصلا في العشائر السنية. لو تشرح لنا أكثر حول ذلك. نعم بالتأكيد، هذا يعني حتى الإعلان عن هذه اللجنة التنسيقية واجهت معارضة من سياسيين موجودين داخل العملية السياسية. اللجنة التنسيقية التي أعلنت عن نفسها هي بالأساس موجودة ضمن تحالف القوى الوطنية الذي يضم 72 نائب من نواب السنة في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى أنهم أساسا هم موجودين داخل العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن، مما يعني أننا لن نرى وجوها جديدة. أنا طبعا ابتداء أنا مع توحيد الجبهة السنية، لكن أن تكون جبهة سنية تشمل كل الأطراف. الكثير من الجهات لن تدخل في عملية سياسية أو توافق عليها إلا بعد أن تأخذ المحافظات السنية كل حقوقها بما فيها إلغاء الإخصاء والتهميش وإطلاق سراح كل المعتقلين. ما هي الضغوطات التي تمتلكها هذه الجبهة من أجل الضغط على الحكومة العراقية؟ الكل يسمع أن حتى قانون العفو العام الذي تزمع الحكومة العراقية إصداره هو قانون سيشمل السراق وكل من نهب المال العام، بعيدا عن كل الاعتقالات العشوائية التي تعرض لديها لها أبناء المحافظات السنية. سيد غانم، هذه المطالبات المعهد الأمريكي للشرق الأوسط، هذه المطالبات إلغاء التهميش، إطلاق سراح المعتقلين، إصلاحات إلى ما شابه تمثيل أكثر سياسي، سمعناها كثيرا أيام المظاهرات. تذكر سيد غانم منذ عامين عندما خرجت مظاهرات في الأنبار قمعت ثم استمرت وبعدها بدأت المشاكل السياسية وداعش. هل عدنا اليوم عبر هذا المؤتمر وهذه الطلبات إلى نقطة الانطلاق، يعني إلى نقطة البداية منذ أيام عهد المالكي عندما كان يتهم بالفساد ويتهم بتهميش السنة في العراق؟ يعني لم نستفد شيئا من تغيير الحكومة وتغيير الوضع السياسي هنا. بالضبط مثل ما تفضلتي، هي قدمت المظاهرات 14 نقطة تشمل كل متطلبات السنة. حتى المالك الذي قمع المتظاهرات في وقت ما اعترف بمشروعية هذه المظاهرات. أنا كنت المتحدث السابق للمتظاهرين في الموصل وكانت نقاطنا واضحة والكل أجمع على أنها نقاط يمكن قبولها وهي من ضمن الدستور، لكن تم تسويفها. وحتى مع قدوم حكومة حيدر العبادي الذي اتفق على الكثير من النقاط من ضمنها إلغاء الإخصاء والتهميش، الموافقة على قانون الحرس الوطني، لم يتبدل أي شيء، مجرد أنه ذهب المالكي وأتى العبادي دون أن تتحقق هذه المطالب. أنا صراحة أبحث أن هذه اللجنة التنسيقية ما هي الأوراق التي تمتلكها للضغط على الحكومة العراقية من أجل أن تأخذ المحافظات السنية حقوقها.